اليوم سنتعرف على خطأ في إعدادات الأوديو، بعض إعدادات الأوديو التي تشكل حيزا هاما في أي عمل أو أي مشروع تقوم أنت بالعمل عليه. أولا نذهب هنا ثم Preference ثم نختار أوديو، أي الإعدادات في الأوديو، وتخرج لنا هذه اللوحة. أولا نلاحظ Core Audio، أي تشتغل بخاصية الكور للأوديو وهي تختص بشركة أبل. ثم هنا Sorty، أي المخرج الذي أنت تقوم بالعمل عليه طبعا، وهذا يحتاج إذا كانت كارت ساوند أو كارت صوت خارجية فممكن اختيارها من هنا طبعا حسب الرغبة. ثم هنا الميكرو، مثلا الميكرو أنتيغري، هنا أشتغل بالميكرو أنتيغري الذي يخص اللابتوب ماك بوك إير. ثم هنا تايد بوفر، أي الشامبيوناج، وهنا غالبا ما يتم العمل ما بين 128 أو 256، وهنا تعطيك التسجيل، أي تأخر التسجيل إذا كان عندك عطل مثلا في التسجيل، فيمكن هنا الزيادة أو النقصان مثلا حسب كارت الصوت التي عندك. وهنا تريتمون دو بروسيسور، أي ما يخص البروسيسور الكمبيوتر التي تشتغل عليه. هنا نلاحظ مثلا أوتوماتيك، ويمكن اختيار عدد البروسيسور الذي تريد أن تعمل به. هنا تايد بوفر تريتمنت، أي يعالج الكمبيوتر، يعالج معك خصائص الصوت. ثم هنا الريواير، الريواير إذا كنت تريد اشتغال باللوجيك برو مع برنامج آخر وسيط. وأتمنى لكم المعرفة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.